السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض اليوم التاسع لدورة الفراخ بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله الفراخ معانا ماشية حلوة أوي زي الفل. النهاردة يا جماعة يعني زي ما انتم شايفين كده، يمكن أول مرة بصور لكم فيديو والفراخ البيضة الواحدة. ليه بقى؟ لأن طبعا احنا فصلنا الفراخ الساسو عن الأبيض. ايه السبب؟ السبب يا جماعة إن أنا حسيت إن الفراخ يعني هتبدا ان هي حجمها هيقل، يعني بمعنى اصح ممكن تتدعبل معايا. هتتدعبل ازاي؟ مش هتديني الاحجام اللي انا عايزاها، او مش هتديني نفس الدوره اللي انا يعني ايه متعوده عليها، او يعني ايه بمعنى اصح بمشيها بالطريقه اللي انا عايزاها. المكان طبعا ضيق والمكان حر، وبسم الله ما شاء الله العدد كبير، فحسيت ان الفراخ البيضه هتظلم في وسط الساسو. رحت انا فصلهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، على اساس ان انا يعني ايه ادي لكل واحد راحته في الاكل وفي الميه وفي الشرب وفي كل حاجه. عندما تلاقي العدد كبير هتبص تلاقي يعني ايه في فرخه هيتظلم، وفي فرخه هيبقى واخد حقه. فالافضل علشان ابقى ماشيه الدوره مظبوط ان انا افصل ده لوحده وافصل ده لوحده. بالنسبه للناس اللي هي عندها مثلا بتربوا في اوض واسعه والمكان عندها واسع، ربنا يا رب يوسع على كل من كان، ده ممكن ان انت تمشي الاثنين مع بعض. بس زي ما انتم شايفين انا عندي يا دوبك البلكونه اللي انا بربي فيها، يعني يا دوبك على قد كده. ما انا اي نعم يعني اعتبر بحضنهم، بس في المكان دوت بحضنهم مثلا حوالي مثلا 10 ايام 15 يوم بالكتير، وبعد كده يقوم فصله كل واحد لوحده. الابيض انا حطيته فوق الاساسه يا جماعه، طبعا انا حطيته فوق وان شاء الله هبقى انزل لكم الفيديو. فالابيض بقى قلت اسيبه مستقل لوحده هنا على اساس ان الجو حر ويبقى المكان متهوي لهم كده ويبقى حلو يعني. طبعا انا مهونهم المكان اللي نظفت لهم لما طلعت الاساسو، طبعا بقى نظفت المكان وحطيت لهم فرشه جديده. محدش بقى يستغرب ويقول الفرشه فين دي يا جماعه. الفرشه ديت لونها كده، هي بتبقى يعني ايه، هي شكلها عامله زي الترابه كده، وتبدا يعني بتبقى افضل حاجه له. اهم حاجه ان هي بتمتص الفضلات تحتهم، وبتبقى يعني ايه بتفضل معاهم فتره طويله. دي طبعا بتبقى يعني احسن من النشره كمان. فدلوقتي بس ان شاء الله يعني ايه هنحاول ان احنا نعمل لهم وصفه كويسه جدا، علشان المشاكل بقى اللي هي ايه مشاكل البرد والطشمه والحاجات دي كلها، وحاجه برضو في نفس الوقت هترفع المناعه بتاعتهم، ويعتبر كمان مضاد حيوي، وفي نفس الوقت كمان هتزود الحجم بتاعهم. ان شاء الله من بعد عمر 10 ايام بقى هنبدا ان احنا نعمل ايه الوصفات اللي هي بتزود الحجم، بمعنى اصح وصفات تسمين. في ناس كتير بتسال طب انا عايزه وصفه تسمينه مش هيماء. يا جماعه الدوره ما شاء الله موجوده على القناه، دوره واثنين وثلاثه، فيها يعني ايه من بعد عمر 10 ايام تقدر ان انت تعملي كل الوصفات اللي احنا بنعملها ديت. عايزه تتابعي معايا الدوره من الاول، ممكن ان انت الدوره اللي فاتت كانت مترتبه بالترتيب، او الدوره اللي هي قبلها برضو مترتبه، يعني اليوم الاول بنعمل فيه ايه واليوم الثاني، علشان في ناس كتير بتخش طب انا عندي الفراخ عمرها 4 ايام اعمل لها ايه. هيبقى سهل عليكي بقى لو انت رجعت للدورات اللي فاتت اللي هي مترقمه ديت، ده ان شاء الله سهل عليكي ان انت هتجيبي كل يوم من عمر يوم لغايه عمر الذبح ان شاء الله، تمام. واللي جايب برضو يعني اللي هو لسه مثلا جايب النهارده ولا حاجه وحابب ان هو يتابع معايا الدوره، انا كل يوم يا جماعه بقول ده الفيديو رقم كذا، ده النهارده بقول النهارده اليوم التاسع، النهارده اليوم العاشر كده، يعني ايه كل يوم انا ببدا في الفيديو بقول ده رقم كذا، تمام. فتعالوا بقى كده علشان ما نطولش عليكم، نشوف الوصفة اللي احنا عملناها النهاردة، لان يعني ايه حسيت كده ان في بعد فرخ كده يعني متعبت شوية او كاشش شوية حاجة زي كده، فانا قلت اعمل حاجة كده زي مضاد حيوي ترفع مناعتهم، وفي نفس الوقت كمان هتبقى ايه كويسة هتزود معانا معدل الحجم بتاع الفرخ. النهاردة هنعمل ايه يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله هنفرم توم وبصل وليمون. انا ما صورتهمش علشان يعني ايه انا صورته كم مرة بقى، وانتوا عارفين يعني ده التوم هوت والبصل والليمون، فرمة التلاتة على بعض. حطينا ايه بقى؟ حطينا عليه معلقة كركم كده صغيرة، وحطيت كمان حبة البركة دي. بسم الله ما شاء الله يعني دي احلى حاجة ان انت تعملها كوصفة للفراخ عندك في العمر ده. صفناهم، خدنا التفل زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله، وهنقلبهم على الاكل، تمام. الميه برضو هنحطها على الميه بتاعه الشرب، يعني هنستفاد منها من تلك الحالتين. دي احسن مضاد حيوي للفراخ عندك. لو انت حاسه ان في فرخ كاشش، في فرخ بتشم، في فرخ يعني ايه مش عاجبنا شويه، اعملوا الوصفه ديت على طول، دي هتفرق مع الفراخ عندك كتير. منها مره مرتين كده في الاسبوع، حتى لو انت عندك الفرخ كده يعني كويس، او الفرخ عندك يعني ماشي كويس، اعملها برضو كوقائي، دي هتبقى هتفرق معاك كتير جدا جدا مع الفرخ، ماشي.
هنقلبها لهم دلوقتي بقى على شوية علف كده، على كيلو علف كده يعني، وايه هنقلبها لهم. مجرد بس ان الفرخ بيشم ريحة الحاجات دي كلها، ده بيخلي الفرخ ما شاء الله يعني يبقى مقبل على الاكل كده وياكل معاكي بزيادة كمان. دي احسن حاجة هتعملها للفرخ في العمر ده. تمام، هنقلبها لهم كده اهوت. ده كده خلاص قلبناها اهي، يعني يا دوبك كده هتغلفي كل العلف بالثوم والبصل والليمون. اهم حاجه تغلفي كله على اساس الفرخ لما يجي ياكل ياكل كده، ايه تحس ان انت عملت خلطه كويسه جدا. وعلى فكره يا جماعه الكركم دي حاجه جميله جدا جدا للفرخ، يعني في كل حاجه، في كل اللي انت ممكن تتخيليه، يعتبر كده زي ما بقول لكم قبل كده، يعني دي يعتبر صيدليه كامله للفرخ. دلوقتي بقى هنجيب المية برضو وهنحطها على المية بتاعت الشرب بتاعتهم، يعني استفدنا من الوصفة من جهتين. دي احسن حاجة، هنسيبها بقى كده للفرخ ياكل. يعني حتى لو انت عملتها مثلا العصر ولا حاجة، سيبها لهم بقى طول الليل تبقى قدامهم يشربهم وياكلوا من العلفة دي. ده كده المية هيت، انا حطيتها بزيادة يا جماعة لان انا كنت مزودها مية، يعني فمحدش يقول كل دي مية مش هيمقى. طبعا البصل اللي انا عاملاها والفص التوم ده مش هيطلع كل العصارة اللي انت شايفينها دي، ده انا كنت يعني ايه مزودها مية. طب هنعمل قد ايه؟ هنعمل بصلية حلوة كده موسطنة على 3 4 فصوص توم على ليمونة، هتبقى حلوة قوي. ولسه عندك الفراخ في السن ده هتبقى كويسة جدا. عندك بقى يعني ايه كمية كبيرة، حاولي ضعف الكمية. تمام، ما ننساش برضو ان شاء الله الوصفات اللي احنا هنعملها. وخدوا بالكم يا جماعه، اسسوا الفرخ من البدايه خالص على الخميره. معظم الناس تقول انا عندي الفراخ ماشيه كويس بس حاسه ان اكلتها ضعيفه او ما بتاكلش، حاسه ان الفرخ الوزن بتاعها قليل. حاولي ان انت تعودي الفرخ عندك من بعد اسبوع انا بحط خميره، يعني انا عندي الفراخ من بعد عمر اسبوع انا بحط لهم الخميره، معودهم على كده. انت لو انت عودت الفرخ من الاساس خالص ان انت تحط له مرتين اتنين، ويمكن انا بقول لكم يا جماعه في كل مره بقول لكم مرتين اتنين بس خميره في الحر، في الشتاء هقول لك حطوا 3 مرات بس. حاولي لو انت عندك الفرخ، وخدوا بالكم الكلمه دي كويس علشان ما حدش يجي يقول اه ده الفرخ زاد عليه الاسهال ومش عارف ايه. عندك الفرخ عنده اسهال ابعد عن الخميره والعسل خالص، شيلها من الوصفات عندك لغايه ما تعالج الفرخ من الاسهال، بعد كده ارجع حط الخلطات دي تاني. الخميره كويسه جدا، الخميره بتفتح شهيه الفرخ، بتخلي الفرخ ما شاء الله ياكل معاك بطريقه كويسه جدا، وفي نفس الوقت كمان ان هي بتقتل البكتيريا الضاره وبتنشط البكتيريا الدافعه وبتنشط البكتيريا النافعه وبتزود حجم الفرخ معاكي كمان. تمام كده، فكل الحاجات ديت اي حد بيقول انا عايز وصف التسمين انا بقول له يا جماعه الخميره، ابداي الفرخ معاك من عمر اسبوع بالخميره، حاولي ما تفوتيش ولا اسبوع الا ما تعملي في مرتين خميره. ده كان الفيديو بقى بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبك.